الله تعالى وبركاته، واللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم البنات في مطبخ أم وليد والأكل الصحي. اليوم البنات جيتكم بتحلية، تحلية صحية بزاف بزاف، كتير كتير، ويعني تصلح لشهر رمضان وحتى غير شهر رمضان. يعني تحلية وقت ما تحبوا تعملوها تعملوها. اليوم عندي تحلية الشوفان، يعني كثير صحية. كما تعرفوا الشوفان صحي لجسم الإنسان، يعني فيه فوائد كثيرة، غني بالألياف والفيتامينات، يعني ما شاء الله. عندي نبدأ بتقديم المقادير. عندي 2 كيسان تاع حليب، عندي 4 ملاعق تاع شوفان، يعني كل كاس حليب ب2 ملاعق. عندي ملعقة ونص تاع دبس التمر، انا حبيت نحليها بدبس التمر. اذا تحبوا ما تحلوهاش ما تحلوهاش، لانه فيه الموس. انا مش راح نديرها كلها هذه، ولكن انتم والرغبة تاعكم في التحلية كيف تحبوها كثير ولا لا. عندنا رشة قرفة يعني في وسط التحلية وفي الاخير يعني للتزيين. وعندي شرايح تاع الموز كمان راح تجي ان شاء الله في التزيين، يعني راح تجي، راح نعملوها طبقات. اذا اول شيء البنات واش نعملو، راح نجيب الكاسين تاع الحليب تاعنا، نفرغهم هنا هذا، ونحط 4 ملاعق تاع الشوفان، ونحط ملعقة ونص تاع دبس التمر. انا ما نحطهاش كلها، انتم اذا حبيتوا تزيدوها كلها زيدوها، يعني مش مشكل. ورشة قرفة هكذا، والقرفة كما تعرفوا انها يعني صحية مليحة للجسم، يعني تعدل السكر، حتى الكوليسترول، يعني ما شاء الله. اذا البنات كما راكم تشوفوا هذه دوك نروح نحطها على نار قليله حتى تعقد لي، ترجع يعني عقده مثل المحلبي، مثل الكريم ديسير اللي بنعملوه هذاك اللي بالشوكولا، والا ان شاء الله ونعاود نرجع لكم ان شاء الله. اذا البنات ها هي كما راكم تشوفوا، هاوليك القوام اللي لازم نتحصلوا عليه. يعني شوفوا البنات الشوفان يعني فيه الماده تاع النشاء هذيك، يعني اللي راح تخلي القوام تاعو كي لما تكوني تخدمي فيه ككريمه يكون ثقيل. هذا هو. اذا انا واش راح ندير البنات، عندي الموز، كنت حطيت هنايا 3 شرائح من الموز، وانا الموز هذا عندي طايب مليح، حتى هذا البنات الموز لما يكون طايب هذاك اللي فيه النقاط السوداء هذيك، تعرفوا انه فيها فوائد كبيره بزاف للجسم الانسان، يعني مليح يعني كنا تستعملوه. كاين ناس ما يحبوش ياكلوا، يقول لك نو هذه البنانه خلاص يعني صارت يعني مش صالحه للاستعمال وكذا، ولا بالعكس البنانه كي تكون في هذا الحالة هذه هي اللي انفع واصلح، اذا صح التعبير. اذا انا نحط طبقة بطبقة هكذا، نحط طبقة موز وطبقة كريمة شوفان، وبعدين طبقة موز، وبعدين طبقة شوفان، حتى نكمل هذه. وهذه تحلية هذه ما شاء الله رائعة، لذيذة 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 لذيذة. شوفوا اللون تاع التحلية، شوفوا اللون تاع دبس التمر، يعني كيفاش يخلي يعني روعة روعة، منظر لون رائع. ها هي انا ندير هكذا هكذا،
والتزيين انا نفضلت اني نعمل رشة قرفة هكذا التزيين، وانتو كل واحد التزيين تاعو كيف يعني، سبحان الله. يعني هذه اختيارات هكذا، تقدروا تحطوا جوز الهند، ولا تحبوا تحطوا الكاوكاو والفول السوداني او الجوز او whatever، وش حبوا انتم ما حطوا. انا فضلت اني نحط القرفة، لانه القرفة تعطيك نكهة رائعة لهذا التحلية هذه. نروح ان شاء الله نسوي الباقي ونرجع لكم في طبق التقديم. اذا البنات، ها هي كما راكم تشوفوا التحلية تاعي راهي وجدت. وش نقول لكم، ما شاء الله ولا اروع، بنة رائعة وصحية، ويعني ما فيهاش سعرات كثيرة. يعني كاس كيما هذا، يعني هاي شوفوا الطبقة تاع الموز، طبقة تاع الشوفان الكريمة، وطبقة الموز، طبقة الكريمة. يعني طبق كيما هذا فيه 100 سعرة، 100، ما فيهش كثير. اذا هنا كما راكم تشوفوا، هذا زينته بالقرفة كما راكم تشوفوا، ها هي. وهذه زينتها بدبس التمر من الفوق، ولا تحبوا ديروا شوكولا، صوص شوكولا، ولا صوص كراميل كيما حبيتوا انتوما، بس انا الاحسن تخلوها صحي في صحي. يعني دبس التمر يعني يجيك رائع. هذه هي البنات التحلية تاعي تاع اليوم. ان شاء الله ديروها في شهر رمضان. هذا اصحاب الدايت تساعدهم كتير كتير كتير، يعني اللي يحبوا ياكلوا حاجة حلوة. وعلى كل حال، الانسان الواحد دي يكون ماشي تبعو، كي تبعو الدايت ماشي تحرموا روحكم من الاكل كليا، تاكلوا ولكن بقوانين، يعني بكميات يعني معقوله، مش تفوتوا سعراتكم حتى تزيدوا في الوزن. هذه هي، ديروا لي عليها اعجاب وشاركوا ان شاء الله في اشتركوا في القناه، وان شاء الله ضغطوا على زر الجرس باش يلحقكم كل جديد ان شاء الله. هذه البنات، نخليكم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله. إلى اللقاء مع وصفة أخرى جديدة.